دخلوا للسبيطار الحماق. واو هذه حماقه شو تقول على خوها؟ شاك واحد الزباله وتما حيد لي حوايجي وتما غتصبني. واو تتصل ما باليش زعمت مشيت لعندها بغيت نعنق بنتي وهي تقول لها عطي لامها واش هي فاش كنتي فاش سمحات فيك وما كانت كتجي عندك وشوفي شحال من عام وهي سامحه فيك دابا عاد جايه عندك تا كبرتي وزيانيتي باش تخرجك مع الفساد عطي لما وبنتي ضرباتني في الشارع وقدام الناس واو 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 ما تهريس عن حول ندرك واخا نوريهم وندرك وجهك لا ماشي مشكل اوري باش ندرك وجهك باش ما تبانش ورت السلام عليكم بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الاوفياء ديال هذا البرنامج هذا ومتاكد بان هذا البرنامج هذا تيعجبك وبالنسبه للناس اللي جداد ويلا غيكتشفوا هذا البرنامج هذا ما تنساوش انكم ديروا جيم وشي كومونتير وتخليوا لنا غير المدينه ديالكم باش نتعرفوا عليكم كذلك والعائله ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم. مرحبا خديجه تفضلي عاودي اللي بغيتي وقبل ما تعاود خديجه على كل شيء دير جيم وكومونتير واللي ما مشاركش يشارك تفضلي خديجة عاودي كاع داكشي اللي بغيتي. خويا بدر انا عاد لك القصة من الاول باش تفهم. انا الام ديالي كتولد غير دراري غير الولاد فاش حملت بيا انا جاتها الولادة شوية صعيبة داوها للطبيب فاش جا الاب ديالي قال لها شنو زاد عندك قالت له بنت قال لها لا هذه ماشي بنتي هاد البنت ماشي بنتي انا كنولد غير الولاد نهار اللي ولد البنت قال لا انا كنولد غير الولاد وشحال من ولد عنده تسعود ديال الولاد كانوا عنده خمسة دابا عنده تسعود وانا العاشرة انا الوحيدة انا الوحيدة اللي بنت ونهار اللي رزقوا بنت قال ماشي بنتي قال ما هو متي ولدش البنات تي ولد غير رجال هو ما هو اصلا عنصري معدي واحد الاب شنو نقول لك الله يهديه هادشي اللي تنطلب له الله يهديه المهم ملي بديت كنعرف اخويا بدر دفعني للديور نخدم قال لي انت ماشي بنتي سيري تخدم تواصل مع واحد السيد داك السيد تيعرف الناس يعرف الأساسيدة وتعرف الناس اللي كيبغيو الخدامات عطاني نخدم عند واحد الأستاذة كنت ما كنوصلش للبابو كدير ليا كرسي وغما ذلك هكاك تنبزق وتنبت هكاك فاز كاع حالتي كنت كتضربني كتتعدى عليا كنت كتعطيني ناكل في ميكا كحلة في الأرض كنعس في الكوزينة نعس أنا الأخرى ونفيق أنا الأولى ماذا كانت في عمرك؟ كانت في عمر شي 12 عام ودابا شحال؟ في 12 عام كنت صغيرة ودابا؟ لا دابا عندي شي 45 ما شاء الله طوف عمر 45 صافي تيعطوني من دار لدار تنبغي نشوف نمشي نشوفهم تنقول لديك المرأة نمشي نشوف با أمي تقول لي باك راه جاد الفلوس ومشى ما بغاش يشوفك ما عنده ما يدير بي تيعنفوني تيضربوني تناكل غير الشيطان ويا ويلي نمشي تهرست شي كاس خلاص كنبات زرقاء واحد المرة بقيت كنرغب هذيك الأستاذة جات أمها ما كان كل واحد تيجبدو في عيلو داك الاستاذ داك المهم داك الاستاذه حنينه بزاف قالت لي سير بنتي شوفي والدي عطاتني الفلوس مشيت نشوف با قال لي لا جيتي شنو نديرو بك لا جيتي ترى تنقول لك انت ماشي بنتي تنشوف امي باش تقول لي شي كلمه زوينه تحضر راسها ما تقدرش تهضر لحقاش مغلوبه على امرها انا مسامحه لها صافي بقيت في دوك المعاناه ودوك المعاناه دابا خويا الكبير كان تيسمع ماشي اختي واحد الليله انا بغيت يغتصبني اخويا الكبير بغيت يغتصبني هو راه كيسمع من بومي راه ماشي اختي
يعني ندير صافي نغتصبها ما يوقع والو. صافي دفعت على راسي بقيت كنغوت جمعوا الدوار ديالنا تجمع مالها ما مالها. قلت لهم اش وقع اش وقع انت ما كويجي مازال نقطعين عليا ناض ضربني دخلوني سبطر الحماق. اوه علاش تقول هضر على اخو قسما بالله اخويا بدر. دخلوا لسبطر الحماق دي حمقة شو تقول إلا أخوها. ودخلتي السبيطار الحمار؟ دخلت أخويا الكناس دخلت ثلاث شهور من السبيطار الحمار. وش هتستمر؟ الكسيدة اللي كتجي 14 عام ديك الساعة راني صافي تنطلع في 14. انا ما عمرني قريت ما تنعرفش شنو كنحسب ما عمرني شفت لا مدرسه لا حتى شي حاجه. صافي ديك السيده اللي تجي كدوز الماكله كانت ديما كتشوفني في السرجم. علاش انا كنمشي للسرجم في الكرياج كنسد عليا السرجم كنبقى انا على برا وكنسدو من الداخل باش دوك الحماق اللي بصح حماق اللي عفوا على الجميع كانوا تينتفوني وكانوا تيضربوني. صافي كنت تخبع في داك السرجم وهي فيما تجي كتشوفني فيما تجي كتشوفني وهي تقول لي اجي. شنو سميتك؟ قلت لها سميتي خديجه. قالت لي اجي تمشي معايا. تمشي معاها كدفع داك الكروسه تجيب الماكله لدوك المرضى. كل ساعه تسولني تنقول لها شوفي راه قلت لك سميتي خديجه كل ساعه كتسولني كتقول لي لا غير كنسولك وصافي. واحد النهار مشات عند المدير قالت له ديك السيده راه ما حمقاش. علاش كتقولي؟ قالت له كي كتسمع راه ديك البنت ما حمقاش. جا داك المدير عيط لي قال لي اجي خديجه جيبي لي شي. ديك الساعه كان وقت الخوخه يلا بدا يطيب. قلت لي شي خوخه. قلت له استاذ راه مازال ما طايباش. قال لي واش عرفتي ما طايباش؟ قلت له انت تشربتي من ذلك من ذلك. قال لي لا صافي اجي يلا ديري صباطي راه مشى انا وياك للجرده نتمشاو شويه في الجرده. فاش مشيت اخويا بدر مدلو داك الصباط لقيتو متفارد كل رجل من جهه. لا استاذ عندك تلبسو راك غادي طيح راه كل رجل من جهه. صافي تما عيط للبوليس قال لهم فلانة راه ما حمقاش جيبوا لي باها دابا يجي عندي باها. جا دخل السلام عليكم. وعليكم السلام. هاد البنت واش انت غير ولد دورمي للزنقة؟ هاد البنت هادي كيفاش هي ما حمقاش جبتي بغيتي تحمقها غير بداك الدواء راه غتحمق. قال له لا راه حمقها قالت على خوها. قلت له انت اصلا كتقول لي انا ماشي بنتك. صافي دارو فيه. قال لي واش غادي تتابعي؟ ديك الساعه انا ما عارفه شنو هي غادي تتابعي. قلت لهم لا انا ما نتبعوش زعما انا عند بالي زعما ترجعي معاه. لحقاش كيضربني وتتعدى عليا. قلت لهم لا انا ما غنتبعوش. صافي بقيت تما لغد لي هو مشى بحالو. لغد لي جات بنت عمي خرجتني تمي كنت عندها في مكناس داك الليله. لغد لي داتني لدارنا دارنا نعلو الشيطان وبعدو منها راه بنتكم هادي وصافي وهادي صافي كلشي حاني الراس كلشي غير هي مشات هما يتسيفوا عليا بجوجهم بوم. صافي دخلوني لواحد البيت عندنا واحد البيت اصلا مسكون تنخافو منه اصلا جيتين حداه فيه مسكون تنخافو منه ندوزو من حداه شي بيت ما دخلوني قسما بالله اخويا واحد البيت مهجور. دخلوني حسموا رجلي بالسلسلة وقالوا لي هنا غتجلسي وانا اصلا داك البيت تنخاف منه وجلست فيه لا فراش لا فراش لا شي حاجه مني للقص او شي عطوني الماكله حاشاك بحال شي كلبه. كنغوت تقول لها امي لا ترجعت تقول لي قلتي تما وكانوا رابطينك. حازمين لي رجلي بالسلسله. صافي بقيت صافي جلست هكاك شي سيمانه انا هكاك. جات امي حلات لي السلسله خرجوني برا شويه للشمس. صافي كنقرب واحد العيد كانوا خوتي تيتكساو ومشيت هزيت واحد سروال ديال الجين وواحد الكبوط خبعتهم عندي في داك البيت. صافي ما سدوش عليا. صافي بقيت هكاك
ديك الليلة لبستهم هربت. حوايج ديال خوتك؟ هربت ديك الليلة هربت. لبست الحوايج ديال خويا سروال الجين وكبوط لحقاش كنت غير بواحد البيجامة خفيفة. بس سروال الجين وكبوط تاع خويا. هربت. الليل كامل وانا تنجري وتنقول شي ما جريت راه مازال با موراي شتني. قوة الخوف اللي تنخوف وقوة العذاب اللي دوزوا عليا. وصلت للمكناس مشيت لديك ستاسيون ديال الطاكسيات اللي تيديو للمكناس ونزرهون. قريب الفجر لقيت واحد الكرسي قلت له عافاك راه فيا الجوع فيا البرد وبغا غير الناس. قال لي مالكي؟ بقيت كنعاود له قال لي جي جلسي في الطاكسي. جلسي جلست داك الطاكسي واحد شويه صافي بدا يديني الناس واحد شويه قال لي اجي نوضير الطاكسي تبداو يعمرو اجي نديك قلتي بواحد البليصه حتى نشوف اش كان ديالك كنت جلسي مع اختي. انا صافي فرحت قلت بعدا مشيت تما المعاناه ديالي عاد غيبداو دابا. ثاني حدا واحد جوج شجرات حاجه حدا واحد جوج حدا واحد جوج شجرات هذاك الكورتي وكبير عنده شي 30 عام الكورتي. ثاني حدا واحد شجرات حدا واحد حشاك واحد الزباله وتما حيد لي حوايجي وتما غتصبني غتصبت وانا مرهوشه غتصبت قال لي وسيري بحالك الا تبعتيني راه كي غتاكلي. قلت لا انا اصلا هربه من العصام نزيد نتبعك فين غنتبعك. صافي بقيت هذا هذاك الصباح مازال غط عاد عاد الضو تيطلع. بقيت غادا هبطت ديك الهبطه ديال الكابوبلا طالع واحد السيد غادي يخدم ولا ما نعرفو. قال لي مالك بنتي؟ بقيت كنعاود له قلت له شنو دار لي واحد السيد شنو دار لي شنو دار لي ما كملاش ما كملاش داكشي اللي وقع لي ما كملاش عليه الساعه بالحساب. داني داخل داني هذاك اللي كيقول له شنو دار لي الكورتي شنو دار لي شنو دار لي شنو دار داني هو عاوتاني داني هو عاوتاني واحد البيت حتى هو حتى هو انا قلت لك عاد بداو المعاناه ديالي ديال بصح ديرها في الكومونتير قبل ما تكملنا القصة. عافاكم أي واحد تيسمع في هذه اللحظة قبل ما تبدا قبل ما تكملنا القصة الله يجازيكم بالخير. ما بغيت نشوف كامل لي كومونتير كلشي يدي معاه. كملي لي خديجة عافاك كلشي يدي معاه. خديجة عداني أخويا بهضر لواحد البيت تكرفص عليا حتى هو ما رحمنيش ومازال مجروحة وما رحمنيش وتكرفص عليا وقال لي انت نعسه حتى نجيب لك ما تاكلي صدعي الباب ومشى. انا بقوه داك التكرفص وداك العيا نعست بقيت كنعقل حتى جا دوز عليا 3 ايام ديال العذاب وديال الاغتصاب ولا جرى عليا قال لي خرجي عليا. صافي خرجت بقيت هذا ما عرفتش فين غنمشي فين غنجي باغي واحد الحاله لهلي عطيها لشي واحد اخويا بدر تلاقيت بواحد السيدة بقيت كنعاود لها قالت لي الله معايا داتني معاها واحد البلاصة تيقول لها الزيتون مشيت معاها بت عندها داك النهار قالت لي راك يومين وانتي ناعسة تلاقيت غير سمحي لي راني عيانة حال وتصدق مراس الدار اللي ساكنة عندها هي قالت لها منين جبتي هاد البنت قالت لها هاد البنت الظروف ديالها صعيبه هي تعاود لك بقيت كنعاود لها قالت لي صافي ماشي انت الاولى ولا انت الثانيه داري عامره بالبنات هي عندها البنات تيخرجوا تيمشيو للفيران صافي قالت لي نكري لك واحد البنت قالت لي نكري لك واحد البنت كرات لي واحد قالت لي دابا الحل واحد باش تبقى تخلصي لي الكرا انا نعطيك الطونجه وملايا مخده باش تنعسي باش تبقى تخلصي لي الكرا راكي غتخرجي مع هاد البنات غادي يوريوك فين تمشي وفين تجي تبقى تدبري على راسك. صافي عرفتني على دوك البنات بديت كنمشي معاهم هذا يدي لي فلوسي هذا تمشي معاه تلقى عند معاه ثلاثه اربعه هذا المهم واحد المعاناه خرجي فاطمه خديجه
خرجي اختي كاع داكشي اللي ضرك عاودي شنو ضرك شنو وقع ليك اليوم حسيت بيك باغا تخوي خويا اختي مشي دي معاها فك واحد يحن فيا واحد يحيد لي فلوسي واحد يضربني وكل واحد شنو ديك الطريق خايبة بزاف 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 صافي بقيت هكاك في ديك الطريق دوزت غير شي شهرين تحت حاملة كنت قيا ونجيت قالت لي المرأة قالت لي ديك المرأة مالكي قلت لها ما نعرف مالي قالت لي واش كليتي شي حاجة قلت لها ما عرفتش شنو هادشي داتني للطبيب لقاتني حاملة وأنا بروشها ما عنديش لاكارت ناسيونال ما عندي حتى شي حاجة صافي قالت لي ها انت تبقى تخرجي باش تبقى تبان لك الكرش صافي هي قلتي ديك الساعه ويكون خير صافي بقيت هكا كنت نخرج معهم حتى دوك البلايص اللي كنمشي لهم كيشوفوا الكرشي كبيره قالوا لي شوفي اختي ما تبقاش تجي عندنا راه كرشك راكي حامله راه كرش كبير صافي جلست معاها قلت لها ما بقاش كيخليوني ندخل لك البلايص دابا راه ما عنديش من نخلص لك الكرا ومن غندير لك هادشي قالت لي شوفي ها انت جالسه منين تولد داكشي اللي في كرشك عطيه لي وخلصي لي هاد الشهور اللي غادي تجلسي عندي ومن موراها يكون خير ها صافي فاش ولدت بنيه ولدت بنيه ولدت محمد الخامس جاو عندي البوليس قالوا لي هاد البنت اللي في كرشك هاد الشيء اللي في كرشك شكون باك قلت لهم انا راه ما عرفاش قال لي ما عرفاش راكي غتمشي للحبس صافي بقيت كنبكي نقزات هي قالت لهم شوف انا راه كاري عندي انا نضمنها هاد الشيء راه ما غاديش تلوحوا ولا غادي تعطيه لشي حد انا نضمنها صافي خداو لاكارت ديالها كتبوا المعلومات ديالها وداك الشيء خرجنا مشينا الان دوزت معها 40 يوم على ما بريت ورجعت عاود للمعاناه رجعت عاوتاني للخروج كانوا البنات يقولوا لي شربي كمي تنقول لهم لا انا ما نشرب ما كمي ما باغياش هاد الشيء ولكن راه ما عندي شنو ندير صافي مين بدات البنت هكا مين بدات البنت كبرات شويه بدات كتعرف بدات عندي قالت لي شوفي راه النساب ديالي خاصموا عليا وقالوا لي هاد البنات اللي تيخرجوا بالليل ما يبقاوش في الدار خرجيهم قالت لي ماشي نخرج كريمتي نخرج كلشي قالت لي سيري قلبي على راسك في جهه اخرى ما تبقايش تجي عندي قلت لها بنتي قالت لي بنت قلت لك الاول في الاولى تعطيها لي ما عطيتها لاخويا ما درت حتى شي ورقه تمشي ورقة مع هذا فاش ولدتها فاش جاو البوليس قالوا لها لاكارت ناسيون قلت لهم ما عنديش هي اللي ضمناتني ما درت لها حتى شي ورقة ما تنازلت ما كتبت ما حتى شي حاجة صافي مشيت مرة تنجي عند مرت خوها تنعطيها لك كتب الله كتمشي تكسي داك البنية صافي البنت بدات تكبر بدات كتقول لي تباني عندي نخرج نصيفط لك خويا خسر لك وجهك ما تبقيش تباني عندي باش البنت ما تولفنيش وتبغيني صافي وليت كنخاف ما تقدرش نمشي عندها كنشوف غير البنت غير من البعد وكنعطي لي كتب الله لديك البنت ديك السيده تتكسيها وتسرق لها شنو خصها صافي شفت انا البنت بدات تكبر البنت فاضت الا شتيها تقول هذه راه عندها شي 15 ولا 16 هي مازال صغيره غير هي هزوها رجليها واحد النهار خرجه هي وياها ما كاين لا خوها لا والو مشيت لعندها هكا في الشارع مشيت لعندها كنت نخاف من خوها ما باليش زعمت مشيت لعندها بغيت نعنق بنتي وهي تقول لها عطي لامها واش هي فاش كنتي فاش سمحات فيك وما كانتش كتجي عندك وشوفي شحال من عام وهي سامحه فيك دابا عاد جايه عندك تا كبرتي وزيانيتي باش تخرجك مع الفساد عطي لامها وبنتي ضرباتني في الشارع وقدام الناس بالله لبقات تصدقني في العصا وتصرف فيا ودفلات عليا وقالت لي سيري الكلبه عاد واش بنتك دابا انا ما تنعرفكش هذه هي ماما انا ما تنعرفكش هذه هي ماما بقوت ما شتي جاتني ما فهمتش داك الاحساس فاش كانت كتضربني والله الا ضربات كنقول واش
اقسم بالله واش هادي بنت فيا ما عرفتش داك الاحساس كي داير بحال تشللت وانا واقف طاتني ضرباتني مزيان الناس تجمعوا عليا هي مشات جراتها ومشات بحالها الناس تجمعوا عليا تيقولوا لي واش يسالوك شي حاجه هاد الناس مالك اختي مالك اختي واش هادو تيسالوك نقول لهم ما عنديش اللسان باش نهضر ولا نقول شي حاجه ولا نقول لهم راها بنتي وما قدرت نقول حتى كلمه صافي بقيت تما تيرشوني بالماء توقفت قبل الطاكسي مشيت بحالي صافي مشيت بحالي بكيت حتى صافي تا قربت نعوار ما عندي شنو غندير ما عندي ما ندير انا ما عمرني عطيتها بشي ورقه ما عمرني سمحت فيها هي إيه دارت هادشي كامل وفي الاخر تقول لها هي اللي سمحت فيك صافي خويت انا ممكن مشيت سكنت في الرباط تعرفت على واحد السيد قال لي نزوج بك تبدل حياتي بعدا نتزوج وتبدل حياتي وما نبقاش هكا صافي نبدا حياه جديده صافي شي ما منين بديت نعرف وانا ماشي مشكل مر مشكل على زعما يوقع لي هكا شنو ذنبي لا ديت بنت شنو ذنبي انا ما ذنبي والو صافي اخويا بدر بقيت مع داك السيد تيخدم عليا ساكنه انا وياه تيخدم عليا اليوم نتزوجو غدا نجمع الوراق ديالي من ديك السابة ما تيقول له ما بنتيش ما تعطيوهاش لاكارت ما بنتيش ما تعطيوهاش تصايب لاكارت صافي مشيت راسي واحد المرة للبلدية قلت لهم انا راني بنت فلان راكم قال لي واحد المقدم هي راه تنعرفك قلت له عافاك بغيت نصايب لاكارت قال لي صافي شوفي جات السكنة وانا نعطيك العقد اللي هي دوسيري صايب لاكارت ديالك راسك صافي عطاني العقد للزياد جات المراه اللي كنت ساكنه عندها عطاتني شهاده السكنه صايبت لاكارت ديالي عاد وليت بنادم ملي صايبت لاكارت عاد وليت بنادم صافي طحت حامله مع داك السيد قلت له دابا فوقاش غنديروا الكاريط انت تشوف دابا شنو ما عرفتش قال لي ما انا ما عقلتش عليك داك الشيء اللي فكرتش كان ماشي ديالي تشوفي منين جيتي صافي مشى بحالو سمح فيا مشى ما جيتش باش نخلص الكرا رجعت لمكناس بعدا مكناس تنعرف فيه نمشي وفين نجي وفين نكري وفين وفين رجعت كنت نأزر وعاوتاني كريت بديت كنفرش شويه شويه جيت نخدم في القهاوي تنسربي في القهاوي مره فاش بدات كتبان لي الكرش بديت كنخدم في القهاوي تنغسل المواعن حتى ولدت هاد الوليد ملي ولدت هاد الوليد مشيت عند الوكيلة كلتهم هنا في مكناس كلفة بالأم العزيبات قلت لها أنا أم عزيبة وراها سمح فيا واشنو 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 قالت لي تكلفي راسك ملي نسمح فيك صافي ديري أم عزيبة وديري الوراق ديري لولدك الوراق وما صافي لا مشى راه ماشي ألو بغيت نرجع مع فكم واش ماحبش اللايف ألو صافي بقيت هادابس الو عاودي شنو قلتي يا خديجه شنو قلتي يا خديجه قلت لك صافي بديت قالت لي ديري له الوراق ديري ام عزيبه درت ام عزيبه درت له وريقاته بديت كنخدم ايش كنخدم في القهاوي وليت ديك الساعه ما بقيتش في الكوزينه وليت تنسربي الولد بدا تيكبر شويه الولد عندي قراي تيقرا تبارك الله وصلى النبي ولدي تيبغي يقرا صافي بديت خدامه في القهوه قلت لولد كي بدا تيكبر بدا تيعرف ما خصنيش نبقى في ديك الطريق صافي نحيد واحد النهار خدامه في القهوه جا واحد السيد سربيتو قال لي تخرجي معايا ديك الساعه كانت عندي قضيه مزيره على الكتوبه وعلى هادي ولد ما جيت ما ندير صافي ومشيت معاه مشيت معاه شد بيا الطريق اخويا هاد الحاجب وتعدى عليا كان سكران وتعدى عليا ورسني من دراعي راه التصاور ديالي راه صيفطتهم للادمين بشرى رسني من دراعي جات
جاو واحد الناس، جاو واحد المقدم عيطوا للجدارمية، جاو عندي الجدارمية. الجدارمية قال لي راه غادي تمشي تمشي فاسد، اش داك تخرجي معاه؟ كنرى الظروف ديالي قاصحة وراه عندي وليد، وها كيفاش بغيت نعاود له؟ قلت له دابا انا اللي مضرورة، انا هو اللي مهرسني في دراعي. فاش قال لي ما عندناش كيفاش تمشي معانا للبلاصه اللي كنتي خدامه فيها باش نشوفوا الكاميرا، نشوفوا شكون مشاو معايا للبلاصه اللي كنت خدامه، شافوا الكاميرا، شافوا البلاكه ديال الطوموبيل، عرفوا شكون. قالوا لي هذا راه محيد المرت والعصب ديال رجليها، هذا راه نشار كبير، راه اللي خرجها معاه اما تيخسر لها وجهها اما تيعطيها للسراح، تيعطيها للسراح اللي تيكونوا في الخلا. راه الحمد لله ما ذبحكش ولا خسر لك وجهك ولا قتلك في مره، هذا راه مجرم كبير وكلوشار. صافي داوني للطبيب، درت العمليه الاولى ما نجحاتش، العمليه الثانيه ما نجحات، تهرس لي الحديد في دراعي. صيفطنا التصاور، عفاك الادمين صيفط لي التصاور، تهرس لي الحديد في دراعي. صافي وليت قلت لك جدارميه دابا شو شحال، شوف دابا راه غدا العامين ومازال ما جديتش لي. من يديك ياك تريسه في يدي ما تهريس، غنحاول ندرك واخا نوريهم وندرك وجهك. لا ماشي مشكل نوري، بس ندرك وجهك باش ما تبانش ورد. هل يدايا كملي لي خديجة؟ مين يا صافي مشيت عند الجدارمية قلت لهم واش ما تشدوا ليش حقي تعداي. الو خديجة عفاك حرك هاي ران داروا لي عدم. خديجة عفاك خليك في شي بلاصة فيها كور تحيس، بس بغينا نسمعو، بغينا نسمعو قصتك كلمة بكلمة، عفاك مخبش يدير جو باش. انا راني في السطح شادة الكونيكسي. اها تسمعنيش دابا؟ تنسمعك خديجة. قلت ليك مشيت لعند الجدارمية قلت له واش ما تشدوا ليش حقي دابا، وليت عام مستديمة دابا شكون يخدم عليا، راه على حنين الله رحيم، عندي وليد ويكاريا شنو غندير دابا. قال لي راه روشير شنو غنديرو لك، حنا روشيرش عند البوليس، روشيرش عندنا، وقت ما شديها راه نعيطو لك. مشيت درت شكاية عند الوكيل، مازال لحد الان حتى هي تديك الشكاية. هادشي مازال جديد هادشي شحال عليه؟ هادشي دابا راه عامين، هادي راه العملية الثالثة وما نجحت لي حتى وحدة. صافي اضطريت نخرج ولدي مسكين، قرايت خرجته من السابعة يقرا، اضطريت نحبسو من المدرسة. هذا حقاش العملية الثالثة، العملية الثالثة اللي درت حيدوا لي واحد العظم من جنبي باش لقحوا لي يدي، حقاش العظم ما بقاش عندي. وخرجت بالعكاز من الطبيب، جايه بالعكاز ما تنقدرش نحرك، صافي حيدوا لي واحد العظم من جنبي، الرجل ما بقيتش كنحركها. كنت حاشاك تندير لي كوش، كنت ندير لي كوش، لا حنين الله رحيم، لا اللي كاينش اللي غادي يجي يقابلني ولا يبدل لي ولا حتى شي حاجه من غير ولدي. ولدي صغير مسكين تيحيد لي ليكوش كيكتشف عليا، وانا كنبكي وكنقول ما خصنيش، ما قلت عليه لاين، بقيت هاد الوليد هو اللي بجنبي. اضطريت نخرجو من المدرسه باش مسكين للسوق يبيع ميكا باش يعاونني نخلص الكرا، لحقاش انا جاد الفراش ومالي الكرا مع الله رحيم ما ترحموش. المراه بعد اللي كنت ساكنه عندها دابا راني رحلت من عندها، ما تترحمش تقول لي انا ماشي شغلي خلصيني في كراتي. سمحات لي كنقرب رمضان، سمحات لي في شعبان ورمضان من موراها، قالت لي خلصين. قلت لها كي غندير لك؟ انت تشوفيني رجل انا هي كنجرها اليدها، انت كتشوفي الحاله، كي غندير لك؟ اختي نخلص لك انا الكرا. صافي اضطريت نحبس داك الولد، بدا مسكين تيمشي للسواق تيخدم، تيجيب لي كتب الله تنعطيها شويه بشويه. دابا اللي تيبقى فيا تيجي
دابا راه دفعتو عند واحد الميكانيك تيجي من داك الميكانيك وتهز ديك الكتوبه ديالو القدامين وطلع للسطح ويجلس يقرا. ترد له مره ترد له مره راسي تنقول علاش خرجتو الولد باغي يقرا وانا اللي غنضيعو، ولكن انا ما عندي ليه العين، عندي ما غندير على خوت. لا تواحد دابا شتي خوتي خليتهم صغار من غير الكبير اللي تنعرفو، خوتي خليتهم صغار دابا الا مشيت تشتهم قسما بالله ما نعرفو. اوا ما نسيتوش ما عرفاش خوتك دابا والو واخا نخرج فيهم هكا الشارع ما نعرفهمش. ما تعيطيش ليهم، ما تسوقيهم، ما تنعرفهمش فين كاينين. الا مشيت راه غادي ماشي غيدبحني، راه فوق غيدبحني با. كنخاف نمشي دابا منين هربت، ما عنديش ما عارف قدرت قوه العنف اللي دوز عليا والعذاب دوز عليا. دابا عندي 45 في عمري. لا شحال باش تخرجي من الدار؟ ملي خرجت ملي كانت عندي 15، ملي كانت تقريبا 15. دابا ما تعرفوا عليك والو؟ اه تعرفوا عليا حتى شي حاجه، ما عندكش شي نمره ديالهم شي حاجه؟ عندي حتى شي نمره. عندي واحد المره تبا سيدي في السبت مشيت عندها واحد المره هبطت لعندها وقلت لها بغيت انا نعرف غير شنو، نعرف غير مي، نعرف شنو وقع لهم، نعرف. قلت لي بلا ما تعرف يا بنتي، قلت لي لا عرفتي غادي تهزمي. قلت لي انا راسي ما عرفتكش. قلت لها راكي عارفه شنو دوز عليا وراكي عرفتي على ودنك تيقول لك انا ماشي بنتو وانتي ولدت البنات تيولد غير الرجال. قلت لها دابا بغيت غير نشوف غير امي، بغيت غير نشوفها. تقول لي كديري بنتي تشوفيها، كي غديري تشوفيها وباك خايب وزاد خياب بالمعقول دوز من مورايا 15 عام الحبس على الاغتصاب، اغتصب شي بنت. قالت لي راه دوز شي 15 عام الحبس باك. قلت لها علاش شنو دار؟ قالت لي راه اغتصب شي بنت. ما كاينش شي حل نوصلك على الاقل بخوتك ودراري ربما يكون فيهم شي واحد حنين يوقف معاك؟ والو لا حنين، انا دايره سميتي وكنيتي في فيسبوك اي باش يشوفوني. ومشى لي داك الفيسبوك وليت مشيت عند واحد البنت قلت لها رديه لي ورداتو لي هي باش يشوفوني ودخلوا عندي الا كانوا يعرفوني. والو والو دابا بغيت انا نشوف غير امي. انا دابا ما تنخدم ما حتى حاجه وباغي نشوف امي. تنقول شوف انا كي حاضنا على ولدي شاده البنت ضاعت مشات البنت تكبر وتجي تقلب عليا. الا هي الا ديك المراه نبها ضميرها عادت لها الحقيقه جيت تقلب عليا. شوف ما نبهاش ضميرها ربي يخلصها. والله الا بغيت نعاونك هذه الصراحه بشي حل، والله الا بغيت نعاونك. الله يرحم لك الوالد. انا بغيت غير ولدي يرجع للمدرسه، ما بغيتش نضيعو. هذا الولد ما يضيع ليش، هو دابا تبارك الله وصل عندي عنده خلق في 1/1/2009 انا ما تنعرفش نقرا ما تنعرفش نكتب وتبارك الله عندي الولد زوين تيبغي لاصال تيبغي يخدم تيقول لي هو باغي غير يرجع يقرا، ولكن باش ندير له استعطاف وباش نشري له كتبه ديال السابعه وباش ما عنديش جد. انا واحلاي مع الكران، انا غير الكران عدمني في حياتي. ويديه مي مشيت للطبيب قلت له شنو الحل ديال هاد اليد دكتور؟ قال لي الحل الا هزيتي هزي لي يدك ل90 هزيتها له ل90 قال لي ممكن تحيدي داك الحديد اللي مهرس وندير لك القبصه تبقى لي به تقريبا شي 6 شهور. قال لي انت خليهم 3 شهور ولكن انت نقدر نخليك شي 6 شهور وحيدي ديك الساعه يكون خير. دابا باش غنحيد هاد الحديد باش نبقى نقول للمدرسه رب اللي عالم. نتمنى لي زادمين ما يحيدوش الرقم من لهنا عافاكم، لي زادمين مابقاش يحيدو الرقم. خديجة إلا شي واحد في هاد اللايف وتيسمع باغي يعاونك باش ترجعي ولدك للقراية ويعاونك باش يلاقيك مع عائلتك ويساعدك ويوقف معاك، نعطيوه الرقم. مرحبا أخويا بدر، لا أخويا بدر، الله يرحم لكم الوالدين. أنا نرجعو لهاد الولد ما يضيعش.
ردوا علي من المدرسه الله يسعد ربي يشد لكم الصحيحه وليداتكم الضد عويناتكم ولدي اللي تيبقى فيا وتيدمرني هو ولدي. واخا اللي بغى الرقم ديال خديجه تواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي دي ار اسباس اش اي ال ا ان اي اكتب لي الرقم ديال خديجه مكناس. ياك خديجه خديجه مكناس زعما لا لحونا نقلبوا على الرقم ديال باباك ولا شي واحد من عائلتك تواصلوا معاهم. دابا انا تنعرف دارنا ولكن كي ما نقدرش نمشي لها نشوفوا شي حد يمشي. بحال هكا ممكن ولكن هو راه خايب راه يقدر يدير شي عنده ما يدير في هذه الحياه ما عنده ما يدير لا زعما لا قدرنا ندخلوا بخيط بيض معاك ومع عائلتك ونحاولوا نردوك تقريبا ملي كانت عندك 15 سنه ودابا عندك 45 سنه تقريبا 30 سنه ما شتيش باك وامك ياك 30 سنه وانا غير بالادب. نتمنى قلتي لي كاينين شي وحدين في عائلتك في السبتين الحناش ياك؟ لا سبت الودايا سبت الودايا كاينين عمامي كاينين عمامي اللي من با سيدي. وانت عائلتك قريبه لنواحي مكناس وفاس ياك؟ انا العائله ديالي مولدي زرهون مزرهون مولدي زرهون نتمنى اللي قادر انه يدخل في هذا الموضوع يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي دي ار والناس ديال زرهون اللي قادر تعطينا النعت وشي واحد يمشي يحاول يجيب لنا غير الرقم ديال عائلتها الا كان ممكن الناس ديال زرهون تجيبوا لنا شي معلومات نحاولوا انها عفاك حاولي تعطي المعلومات للادمين بوشرى ونتمنى الا كان شي واحد من مكناس قادر انه يمشي لزرهون ويسولنا على الاسم وعلى البلاصه ويشوف لنا غير الرقم ديال الهاتف ديالهم ما كرهناش. خديجه بصح والله تتمنى انك تكوني مزيان بصح دزتي من ظروف صعيبه ولكن تتمنى قبل بزاف كل شيء دايز معاها ما تخسر والو الا خليتي لها شي دعوه وحط لي كومونتير نتمنى ان ربي يسهل وكل شيء بارطاجي القصه ديالها انا غادي نحطها طلب اللي سمع القصة ديال خديجة خلي عليها جيم وكومونتير وبارطاجي باش تقدر تعاون. أنا غادي نحطها في هاد الأيام هذه